مية مس. السيجارة دي بقى ولا؟ ولا يعني هو ده اللي نجرب. منجاها اخر منجاها. اشرب يا سيدنا الافندي اشرب. عادل اشرب يا سعادل اشرب يا اخويا، ما انت بقيت في الجو خلاص. اقطع ايه. ايه ده؟ انت بتقش بالشايب؟ ولد يا اخويا ولد، ولد يا سعادل. اصل الولاد بتقش، بتقش كل حاجه. الشايب لا، الشايب ما يقشش. اشرب بصره وكمان بصره. ها العب، وادي بصره كمان. جنات خد هات 3 جنيه. يبقى قالب حلوة النكتة دي. صحتك وسكي. أنا شفتك امبارح مش كده؟ لا انت شفتيني بكرة وحتشوفيني امبارح والاسبوع اللي فات وجميع الاسابيع القادمة مش كده؟ مالكيش دعوة بيه، ده بتاع فردوس. مش ممكن عادل يعمل كده، مش ممكن. وخالك هيكدب عليا ليه بس يا امال؟ اللي قلتهولك صحيح؟ انتوا كدابين، كلكم كدابين. امال رايحه فين يا امال؟ امال انا مش مصدقه ابدا ان عادل يعمل كده. ده بيحب امال قوي. طب وعمل كده ليه؟ والله مش عادل بس اللي غلطان، امال كمان غلطان. عادل، عادل، عشانك عادل بيه. عشاني؟ الو؟ 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 الو؟
مالك يا عادل؟ سرحان في ايه؟ لا مفيش. في حاجة مضايقك؟ ابدا، بس اصحابي وحشوني. عندك مانع اروح اقعد معاهم بكره طول النهار؟ لا ابدا. بس بكره هنبقى مشغولين قوي. مشغولين في ايه؟ هنحضر نفسنا عشان السفر. سفر؟ سفر ايه؟ هنسافر بيروت. ايه رايك؟ بيروت؟ انت سافرت بره قبل كده؟ لا. تحب تسافر بالمركب ولا بالطياره؟ انا بقول بالمركب احسن. ايه رايك؟ بس مش تفاهمين الحكايه الاول. عندي شغل هناك 3 4 ايام. بس انا ما اقدرش اسافر. دي فرصه تشوف فيها بيروت، واحنا مش هنغيب. ويا سيدي كانك في رحله. قلت ايه؟ هنسافر امتى؟ يا دوب نجهز نفسنا ونسافر على طول. يبقى بقى لازم اقول مش ممكن يا جماعه، ده لازم نروح له نفوقه، نجيبه غصب عنه. انا هروح له واقول له كلنا مستنيينه، كلنا، وهيرجع معايا. واحد كمان. ما تقوليش كتير احسن خسرت اخوك في الكومي. ولا يهمك. في صحتك. في صحتك. ست فردوس، الاستاذ خير عايز حضرتك. طيب هروح اقعد مع الجماعه دول. اوعى تزعل ولا تتضايق، انت عرفت شغل. خالد ازيك يا ابو خلد؟ وحشتني قوي. انت فين؟ انا هنا. ما قلتش ليه انك هنا وسيبنا ندور عليك؟ لازم يعني نعرف من شله السعديه انك هنا. اسكت يا ابو الخلد، اما اخوك وقع وقع، انا وقعت في الجنه. كلنا عارفين الوقعه اللي انت وقعتها، بس ما حدش بيقول انك وقعت في الجنه. امال بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان واحده رقاصه ضحكت عليك. وليه ما كنتش انا اللي ضحكت عليها؟ وليه لازم يكون في واحد بيضحك على التاني؟ الرقاصه دي هتعرفني عشان ايه؟ علشان فلوسي ولا عشان املاك ابويا؟ ثم ليه ما تكونش بتحبني؟ ايوه بتحبني. انا عمري ما شفت انسانه بتحب راجل للدرجه دي. امال بتسال عليك يا عادل. امال لسه صغيره يا خالد، وانا كبرت. كبرت؟ ايوه كبرت، بقيت راجل. افهمني، بقيت راجل. جو الكبرهات مش بتاع رجاله، جو الكبرهات بتاع الشبان الفاسدين اللي طول عمرك بتحتقرهم. انا مش عايش في كبريه، انا عايش في حب. واحده بتحبني، ولو كانت بتحبك انت كان زمانك قاعد هنا وبتعمل زي تمام. لكن ما حبيتكش ولا حبت ولا واحد تاني من الشلة. حبيتني أنا، وكلكم غيرانين مني. أيوة كلكم غيرانين مني. أنا من رأيي تيجي معايا دلوقتي. أروح فين؟ تروح لأصحابك وحبايبك، تروح لأمال اللي بتدور عليك ومش لاقياك. أمال؟ ما هي اللي جابتني هنا، وديني بجرب كل حاجة وبعرف الدنيا ماشية إزاي. إذا كنت فاكر إن دي الدنيا، أمال الآخرة تبقى إيه؟ كلنا مستنيينك بكرة على البلاش يا عادل. بكرة؟ أنا بكرة هكون في عرض البحر في طريقي إلى لبنان. أنت مسافر لبنان بكرة؟ أيوة. تعرف لبنان ولا تيجي معايا؟ ها؟ ده جواب جالك من 3 أيام ودخت عليك عشان أديهولك، ولولا كده ما كنتش دخلت مكان زي ده. مساء الخير. أنا اسمك. أنا ماشي. إيه يا عادل؟ مش لازم صاحبك على كاس مسكين. ما تقعد تشرب كاسي خالد. أنت عارف إن ما بشربش، واللي أعرفه كويس إنك ما معكش تمن الكاس اللي بتعزمنا عليه.